هي من السكان هنايا في سيدي مو من القديم. اييه احنا كلشي الطلب ديالنا. علاش اللي ما كيتفكروناش حنا هذا سيدي مو من القديم؟ علاش اللي سبقوا دوار رحامنا، سبقوا طومه، سبقوا زرابه، سبقوا سكويله، وعلاش سيدي مو من القديم اللي ما عطيونوش وقت؟ سيدي مو من القديم اللي ديما اللي عنده الشكاره كيجي يشري بينا، كيشري بينا ويبدا يطلعنا ويهبطنا في المحاكم، ورحامنا والسكويله وزرابه اللي شادي راحته ما كاينش اللي كيهضرهم، كيسبقوا هما الاولين اللي طلعوا بينا حنا. لكل واحد اللي عنده الشكاره كيجي يبدا يهز فينا من ودنينا كالقباب. الناس اللي انتخبتوا عليهم والبرلمانيين شنو اللي قاموا به؟ لا شوف، خلي البرلمان ما عندهم ما يديروا لنا، والمولين انتخبنا عليهم ما عندهم ما يديروا لنا. حنا كنطلبوا من المقاطعه والجماعه والعماله هما اللي يفكروا بينا، وسيدنا الله ينصره ويزيد في عمره. هما اللي خصهم يتفكرونا ويعرفونا فاش حنا. الوثائق، عقد زياده، اي وثيقه رسميه، كل شيء عندنا، كل شيء عندنا. كاين واحد الاعتراف بكم، كل شيء عندنا، اوراقنا، كل شيء، يسيروا الجامعه، يسيروا المقاطعه، كل شيء عندنا. يطالعوا بينا ويشوفوا التصاور تاع ولادنا راهم محطوطين تما، ولا ما لقاوناش احنا موجودين. بغيتي توجهي واحد الرساله، لمن غادي توجهيها؟ نوجهها لجلاله الملك الله ينصره ويزيد في عمره. نقول فيها طالع بالضعافه، وطالع بالعريانين، وطالع بالجيعانين، وما يشوفش في اللي مالهم في جيوبهم وشكارهم في يديهم، ويهزونا من ودنينا كالقباب. والله ينصب مولاي الحزن. انت يا كأم هنايا وقديمه ما كتقولي، يعني باش كتحسي بهاد الاقامات اللي جداد اللي جاو هنايا؟ الظلمه ولينا بحال حديقه عامره حيوان. احنا حديقه عامرين حيوان، ولينا هنايا كيفاش ملي عادوا العماره دايرين بينا وحنا حاطيننا كيوا الحيوان اللي تيطلعوا علينا من الشراجم، كيطلعوا علينا من الشراجم. حنا ولينا حيوان هنايا، والله ينصر سيدي محمد. اذا معنا واحد من الاطفال، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعاونكم. يعني باش كتحس ملي كتشوف ربما الاصدقاء ديالك في الدراسه هنا في الاقامات هنايا، وكيفاش كيجي عندك؟ كيفاش كتعامل مع الوضع؟ من الاحتقار، من الطفل كيقرا معايا كي احتقر، نقول له شايف كاري انا ساكن في عام بديت تكبرو، كاع التلاميذ كاع ما يحتقروا هناك، بداو يحتقروا في الدراري. يقول لك يعني ما كتستقبلش هنايا في البراكه ديالكم بكل صراحه الزملاء ديالك، لانك ربما كتحشم او ربما كتكذب عليهم بعض المرات كاع. كنقول لهم ما كنسكنش انا كاع هنا بعض المرات. بعض المرات تشوش كون ضربهم سيدنا يعاوننا في هذه المبادره و تعاون معانا. اذا هذه رساله من طفل هنا بسيدي مو من القديم، شكرا على الكلمه ديالك. يعني كي كتشوف ربما الاقصاء على حسب اللافته اللي مكتوبه هنا، الاقصاء اللي ربما ممنهج ضدكم. واخويا احنا من السكان الاولين، فهمتي، احنا دزنا هنا فهمتي، وكنا في هذه الارض ما عارفين مالها ما والو. واحد النهار جا واحد السيد قال لك اسيدي راه هذه الارض ديالي، الله اعلم كيفاش خذ هذه الارض، وحنا ما عندنا فين غنمشيو، فهمتي، واخا عندنا وليدات احنا دزنا هنا وولدنا هنا، ماشي فهمتي، وما عندناش فين غنمشيو، خاصنا شي حل، خاص الدولة دير لنا شي حل، ولا فهمتي ما يمكنش يجي واحد النهار ويخرجونا هنا. أنت واحد من المتضررين، ناخذوا كحالة خاصة، شحال ديال الأبناء عندك؟ عندي ثلاثة أخويا. هذا واحد منهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. باش كتحس بهذا التهميش ربما؟ كنحس بالظلم والحقرة، والطموح ديالي يكون عندي شي إقامة، نكون ساكن في شي دار بحالنا بحال الناس، نكونوا نفيقوا ندوشوا في كل شيء، نغسلوا لي يدينا مزيان بالصابون. على شوف المظلومين. نستافدوا نحيدوا حنا من الكاريان، زدنا فيه، كبرنا فيه، تزوجنا فيه، ولدنا فيه. شرحي لينا هاد الاقامات هادو امتى ولا، وباش كتحسوا هما كاينين وانتم قدامكم بحال هكا؟ ايوا حنا كلشي كتشوف فيه، كيلوحوا من الفوق هاكا كتشوف. كيلوحوا علينا الزبل من الفوق مالي الباطيمات، وحنا لتحت راه تشوف البوادز الحجر الروينة الكحله، بنادم ناعس في الليل وخايف من الحجر لا يطيح عليه. ملي كتكون الامطار هنايا؟ كلام بنادم عيشة لا يرتالها، ما كاين بنادم كيساكن ما يطيح الفوق كيهود ليه لتحت. خويا حنا باغي 84 بحال كان رحامنا، بحال الحي المحمدي، بحال الباشكو، حنا باغي 84، حنا ما باغيش حنا البارطمات. حنا من عام وانتم ساكنين هنا؟ حنا ملي حلنا عندنا صنا ولد حنا هنايا، حنا ولادنا كلشي كاملين هنايا، كلشي كياخذ الوراق هنا، وكلشي شهادات السكنه لاكارت، كلشي نتحصى ونتاخب وجبنا ورقه انتخاب، كلشي هنايا. على هنا يجيبوا ورقه انتخاب نتاخبوا، والوراق اللي كيجيبوهم لنا حنايا منين؟ حنا كلشي ملي حلنا عندنا حنايا.
حنا القطر عينا شتا علينا كل حنا باقي 84 حنا بحال السكان تاع حنايا. اجي شحال نمشيو اربعه نفوس خمسه نمشيو حنا في البرط حنايا. واش كاين شي حوار بينكم وبين المسؤولين وبين الناس اللي والو حتى حاجه ما كاين عمر شي واحد ما جا عندنا عمر شي واحد ما جا عندنا والو عمر شي واحد ما جا عندنا والو. جاو لنا في احصاء بحال هكا ديال العدد ديال الكاريانات. لا 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 ما جاوش لا لا ما جاوش. الناس اللي انتخبتوا عليهم وهذا شنو اللي قاموا به؟ وما شفنا حتى حاجه ما داروا حتى حاجه ما شفنا حتى حاجه ما شفنا حتى حاجه والو ما شفنا حتى شي واحد والو. اما اللي كيبغوا يسقطوا عليهم كيجيبوا الورقه صافي اللي كيجيبوا الورقه يهودوا يسقطوا يديروا يسقطوا حتى حاجه ما كاينه والو. اذا شكرا شكرا. ادريس بالحوزيه رئيس جمعيه نجوم سيدي مؤمن. يعني كتشوف المشاكل اللي كيعاني منها الدوار الصفيحي ديال سيدي مؤمن القديم. اولا شكرا كازا نيوز على هذه التغطيه الاعلاميه واما فيما يخص الساكنه المنطقه هو انها كتعاني من عده مشاكل ومن بينها الافراغات والاقصاء والتهميش والطرد التعسفي، بحيث الى رجعنا واحد النبذه تاريخيه حول المنطقه سيدي مؤمن وفي اسمها السابق هو الحي الجميل اللي كان منطقه مغموره او معروفه بالمعمرين وخاصه منهم الفرنسيين. منطقه فلاحيه من طبيعه الحال وكانت تشتهر بمجموعه من الاشياء ومنها الورود. يعني كانت هي عاصمه الورود بمدينه الدار البيضاء. اذا الورود الان تحولت الى بلاريك ومن المده هذه كي كتشوف القضيه ديالهم؟ هو البراريك انتشرت منذ مطلع الثمانينيات ومنذ بدايه الثمانينيات نتيجه الهجره المعروفه من القريه الى المدينه. اذا شنو هو المقترح ديالكم بالنسبه لحل هذا المشكل هذا؟ المقترح هو مقترح اللي تقدمت به يعني الدوله يعني عدم اقصاء هذه المنطقه وخاصه على الاقل يعني الاستفاده من بقع ارضيه 84 متر. شحال تقريبا الكثافه السكانيه ديال الناس المتضررين؟ وتقريبا ما عندناش واحد الاحصاء مضبوط. لا من جهات رسميه لا منكم ربما. لا من طبيعه الحال يعني البراريك في زياده عدديه مهوله وخطيره جدا. يعني لازم يتشاف لها حل دابا يعني قبل ما يتفاق الوضع. من طبيعه الحال يعني انا المهم كرايي يعني كرأيي الشخصي هو انه ربما يعني ملف السكن منطقه سيدي مؤمن يعني سيدي مؤمن القديم هو ملف مسيس. يعني كلما كان مؤشر عدد الاصوات يعني في تصاعد يعني هناك عدد استفاده اكثر وهذا راه ينعكس عكسا. ذكر الانتخابات والبرلمان كي كتشوف التعامل ديال المستشارين الجماعيين والبرلمان؟ المستشارين الجماعيين هو بكل صراحه لا يمثلون احد في هذه المنطقه. لا تحرك منهم لا قريب ولا بعيد. لا من طبيعه الحال لا برلمانيين ولا مستشارين. هناك من رئيس المنطقة هناك ملكية هناك يعني مسجلين محافظين يعني ملكية خاصة. شكرا على الكلمة. التصميم التهيئة هو يعني في طور التهيئة يقولون يعني آخر تصميم هو كان في 17 مارس 1983 يعني وتقريبا راه داز أكثر من 20 سنة لا يوجد تصميم يعني تصميم تهيئة جديد يعني 20 سنة وحتى هناك نزع الملكية يعني كان هناك يعني مساحات كانت مخصصة مساحات خضراء ويعني نتفاجأ اليوم يعني بوجود إقامات على الأرضية ديالنا.